والناس تنظر. طبعا يشجعون الآن يهود ويصفقون ومستأنسين الآن، ثم يأمره فيلتحم مرة ثانية ويقوم، فيقول له هل آمنت الآن؟ يقول لا والله ما ازددت إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا النبي منك، سامع الحديث حافظ الحديث هذا الرجل. فيريد قتله مرة ثانية فلا يستطيع، يجعل بين عنقه مثل النحاس لا يستطيع عليه، فيقول له ادخل إلى النار، ادخل إلى النار، فيدخل إلى النار فإذا هي جنة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وإذا بالدجال يجوب الأرض، يا أخوان إيش نسوي؟ ماذا نفعل؟ ماذا نصنع إذا كنا في زمن الدجال؟ يقول النبي لأصحابه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد يتكفل بنفسه. وإذا به إذا استقبلك الدجال ورأيته أول ما تفعل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا تقرأ؟ سورة الكهف. الحمد لله، أول شيء تحمد الله، مو هذا الرب الخبيث الذي يزعم أنه رب، احمد الله عز وجل أنه علمك من هو وأن عرفك بهذا الدجال الأعور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. إذا بك تقرأ الكهف وتتدبر ولن يستطيع عليك. طيب هل أنا أواجه الدجال؟ لا، لا تواجه الدجال، لا تذهب إليه. بعض الناس يقول أنا بطل وأنا شجاع وأنا عندي أحاديث، سوف يلبس عليك. بعض ضعاف الإيمان يذهب إليه فيشتبه عليه الأمر، أو يخاف فيدخل الجنة وإذا بها النار. ماذا أفعل؟ أهرب، أهرب. جاء الكويت روح السعودية، دخل السعودية روح الشام، راح الشام ادخل العراق، أي مكان أهرب. إذا واجهته فاقرأ عليه سورة الكهف. من الآن استعد بالإيمان بالعلم بالتوحيد. من الآن في صلاتك لا تختمها إلا وأنت تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يهرب الرجل ويجمع اليهود إلى أين؟ بعد 40 يوم، أول يوم كسنة، ثم يوم كشهر، ثم يوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. ترى كل مدة مكثسة 40 يوم بس في الأرض. آخر أيام وين يروح؟ فلسطين، أرض الملاحم، أرض الصراع الأزلي والأبدي، فلسطين لابد أن يبقى فيها طائفة من أهل الإيمان، طائفة على الحق ظاهرين، لابد أن تبقى كما وعد الله، تبقى عند البيت المقدس يقاتلون من دونه ويذودون عن حياضه، لابد أن تبقى، لأن الملاحم ستكون في آخر الزمان عندها، فيذهب الدجال ومعه اليهود يتحصنون في بيت المقدس. ليش اليوم حريصين على هذه الأرض؟ ينتظرون يوم الميعاد عندهم، يوم ينزل فيه المخلص كما يزعمون المسيح الدجال، فيذهب إليهم ويجمعهم في بيت المقدس. المسجد ما يدخله، حرم عليه المسجد أن يدخله. وينزل في ذلك الزمان مخلص أهل الإيمان، من؟ عيسى بن مريم. والمسلمون متجمعون في دمشق عند المنارة الشرقية، قيل هو المسجد الأموي الآن الموجود، يتجمعون لصلاة الفجر، إذ نزل عيسى بن مريم على جناحي ملك، فيقول الناس أيها الناس جاءكم الغوث، جاءكم الغوث. عيسى بن مريم نزل، ينزل على صلاة الفجر والناس تصلي الفجر، يبي يتقدم المهدي الآن موجود، يتراجع المهدي علشان عيسى يتقدم، فلا يرضى عيسى من تواضعه ويأمر المهدي أن يتقدم. فإذا صلى المهدي قام عيسى بن مريم وحمل اللواء، وسارت جيوش الله، وسارت ليوث الله، وسار أهل الجهاد أهل الإيمان صفوة الله من خلقه، سار أهل التوحيد يقاتلون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، سار الذين استعدوا لهذا الموقف، سار أهل الإيمان الذين تحصنوا لذلك اليوم واستعدوا له وتجهزوا له. فيسيرون مع من؟ مع عيسى بن مريم، والدجال ينتظرهم، فيتلاقى الصفان. فإذا رآه عيسى بن مريم رأى الدجال، بدأ الدجال بالذوبان يذوب مثل الملح في الماء، يذوب لكنه لا يموت. فيأتيه عيسى بن مريم
فيضربه بالرمح ضربة يقول إن لي فيك ضربة لن تفوتني لن تفوتني، فيضربه ضربة ويسيل دمه، فيكبر المؤمنون الله أكبر الله أكبر، قتل الدجال، الله أكبر الله أكبر، زالت أعظم فتنة في الأرض. في ذلك اليوم ينطق الحجر وينطق الشجر ويتكلم الجماد ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، فتكون مقبرتهم في فلسطين بإذن الله جل وعلا. هل حان هذا اليوم؟ هل اقتربت هذه اللحظات؟ هل أزفت الساعة؟ نعم وربي أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. هل سنرى الدجال؟ العلم عند الله وحده، لكننا نوشك أن نراه، وزمننا يوشك أن يكون هو. فإذا خرج الدجال بدأت علامات الساعة الكبرى كلها بالخروج. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من فتنته. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.